صار تقعى باب الدار صبح العشية قالوني راحت مشوار رح بتغيب شوية وانا يلعب بي عب الفار وتسأل ويني قلبي طار تلت يلا زافولي زافولي يلا فوق ما لقيتك عصبت ومدري شو اللي صار لي تعرف وينك ما تركت مبصر ما بصار لي واخيرا جيتي وعالبيت الفيتي كل مالك رح اقطع قلبي وضيف عالصينية وانطرتك عباب الدار بصبح العشية قالوني راحت مشوار رح بتغيب شوية وانا يلعب سال ويني على البطار لطف يلا بالسوس سلام يلا ارتحت لما طليتي وقلتي لي وين كنت فكرت نسيتي موعدنا وغير عيون عشقتي فضي بالي بالي لما ضل الغالي نخلي الطير البلعالي يضرب لك تحية وانطرتك عباب الدار صبح العشية قالولي راحت مشوار راح بتغيب شوية وانا يلعب بيحب الفار سأل وينية قلبي طار تلت امتار لما رجعتي لي قلبي طار تلت امتار لما رجعتي لي يا نادر 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 خليك 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 ما مع علي الادرينالين خليك محلك لانه الجمهور عم بيطالب اعطينا الميكرو شوفي معلش الجمهور عم يطالب لكون صريح معك بدي اشوفك كيف عم تدبك لانه عندك حركات دبكه ورقصه رائعين بدي اطلب الفرقه الموسيقيه اذا فيكم تحطوا له دب موسيقى الدبكه حتى نشوف فعلا وبركي جورج خليل المخرج اذا فيها ركز شوي على اجري لانه فظيع الطريقه يلي عم يدبك فيها نادر الاتات الباند الفرقة لكم موسيقى يلا يلا